بكم مشاهدينا الكرام في جولة الرابعة عصرا من أونلاين. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. إلى تفاصيل جولتنا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الأمن والأمان في بلد بحجم مصر يتطلب جهدا كبيرا وإنكارا للذات وتقديم تضحيات جسام. وفي كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 65 لعيد الشرطة، أشار السيسي إلى أن رجال الشرطة يبذلون العطاء دون انتظار أو مقابل سوى الاطمئنان على أمن الشعب وسلامته. وأضاف أن رجال الشرطة رفضوا الاستسلام ويتقدمون الصفوف الأولى في محاربة الإرهاب، وقال إن الوصول إلى مصر قوية يستحق كل التضحية. هذا وقد كرم الرئيس السيسي عددا من أسماء شهداء الشرطة وسلم ذويهم الأنواط والأوسمة. وقد وضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. استعدادا للاحتفالات بذكرى ثورة يناير، عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعا بالقيادات الأمنية لبحث الوضع الأمني واستعدادات الوزارة للاحتفال. وخلال الاجتماع أكد الوزير أنه لا مجال للتهاون مع أي محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين، وأنها ستواجه بمنتهى الشدة والحزم، وشدد على ضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع الاحتمالات والتهديدات كافة واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية والانتشار الفعال بمختلف المستويات. هذا وقد قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بزيارة مقر مديرية أمن المحافظة لتقديم التهنئة لمناسبة الاحتفالات بذكرى أعياد الشرطة، وذلك في حضور القيادات الشرطية بالمديرية. وخلال اللقاء أشاد المحافظ بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب، ودورهم المتواصل في تقديم الخدمات المدنية للمواطنين في مختلف مواقعهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لوطنهم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشددا على حرصه على الدفع قدما بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول الاتصال عددا من الموضوعات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أشاد ترامب بالجهود التي تبذلها مصر على هذا الصعيد، فيما أكد رئيس السيسي أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واكتثاثه من جذوره والقضاء عليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف مهدي عفيفي، كاتب ومحلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق. بداية أرحب بك سيد عفيفي. أهلا بك وبضيوفك الكرام. يعني أجرى أو قام دونالد ترامب بالأمس باتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا كانت له تصريحات بأنه يشكره على جهوده في مكافحة الإرهاب. برأيك كيف ترى العلاقات المصرية الأمريكية القادمة في مواجهة الإرهاب؟ وفي الحقيقة منذ لقاء الرئيس السيسي بدونالد ترامب في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أبدى دونالد ترامب استعداده للتعاون مع الإدارة المصرية، لأنه اعتقد أن الإدارة المصرية هي القادرة على أرض الواقع أن تقاوم الإرهاب وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ذكر في أكثر من مرة أن مصر هي أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط اللي يمكن الاعتماد عليها في هذه المسألة بالذات. فأعتقد أن هذا ما سمعناه هو استكمالا لخطوات قد بدأت منذ اللقاء في نيويورك. برأيك يعني إذا كانت هناك أو ستكون هناك جهود مشتركة مصرية وأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف في الفترة القادمة، ما هي آلية تنفيذ هذه الجهود المشتركة؟ من أهم الجهود في مكافحة الإرهاب بشكل عام هو تبادل المعلومات والثقة التي ممكن أن تكون متبادلة
بين أجهزة الأمن المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية والأجهزة المصرية. أعتقد أن هناك استعداد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون مع أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية المصرية بشكل نوع من المشاركة في المعلومات والاطلاع. أعتقد أن في السابق لم تكن هناك هذه أو هذا المناخ لم يكن متاح بشكل كبير، وأعتقد أن ده سيوثق الثقة بين الجهات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر. نعم، يعني كانت هناك تصريحات لدونالد ترامب يعني بعد توليه منصبه بأنه سيقوم بالقضاء على مسلح داعش بالكامل والإرهاب الإسلامي. برأيك كيف سيقوم دونالد ترامب بتطهير مسلح داعش والقضاء عليهم؟ ما هي آلية القيام بذلك؟ في الواقع لم يصرح ولم تصرح الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد أصلا صرح ترامب أنه هناك بعض من الأشياء التي لا يمكن التصريح بها في هذا الوقت، لكن هناك عزم أكيد من الإدارة الأمريكية الجديدة على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. وأعتقد أن على أرض الواقع سيكون هذا في ثلاث محاور مهمة. أولا المعلومات الاستخباراتية والتي هي تعتبر أهم شيء في هذا الموضوع عن طريق المعلومات من على أرض الواقع أو من خلال الساتلايت أو أقمار الصناعية، دي رقم واحد. المسألة الثانية الدعم الفني للجيوش أو من سيقوم بتنفيذ هذه العمليات بشكل أو بآخر من ناحية تقنية أو أسلحة أو ما شابه ذلك. المسألة الثالثة التدريب المشترك والمشاركة في المعلومات كما ذكرنا من قبل. أشكرك شكرا جزيلا لك مهدي عفيفي، الكاتب والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق. بالعودة مرة ثانية إلى الخبر الذي استهللنا به هذه الجولة، وهو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من مقر أكاديمية الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة. ينضم إلينا الدكتور فتحي مصطفى الشرقاوي أستاذ علم النفس السياسي. دكتور فتحي مرحبا بك. عندما تخوض دولة غمار حرب ضد الإرهاب، ما هي ملامح التكوين النفسي للقيادة السياسية ولأولئك الذين يتصدرون هذه الصفوف فضلا عن السمات التي يتميز بها هذا الشعب في هذا الظرف؟ هو خلينا نتفق مبدئيا ان مكافحة الارهاب احد روافدها المكافحة الامنية على ارض الواقع، ودي ضرورية جدا جدا في حال تفاقم الاوضاع وسوء الاوضاع. وانا اتصور ان الحكومة والمسؤولين في مصر يعني يبلون بلاء حسنا في هذا الفايل اللي هو الارهاب، مقاومة الارهاب امنيا على ارض الواقع. اما بقى لو جينا بقى للبقيه الثانيه خالص، لابد ان تكون هناك لحمه كبيره جدا جدا وعلاقه وطيده جدا بين صانع القرار وبين الغالبيه العظمى من الشعب المصري، بحيث ان مكافحه الارهاب لابد ان يكون كل واحد فينا عنده القدره على مكافحه هذا الخطر الجاي كل المصريين. وده بيجي نتيجه فتح القنوات الانسانيه، يعني ان احنا لازم يكون عندنا اسلوب للمكاشفه والمواضحه والتوضيح من خلال وسائل الاعلام المختلفه، على ان ضروره ان فكره مخاطر الارهاب لدى المواطن توصل له. وفي نفس الوقت لابد من اشباع رغبات الافراد على المستوى الشخصي. ليه؟ لاني انا عايز افرغهم لمواجهه الارهاب، فمش عايز اخليهم مشغولين دايما على طول بالمشكلات الاقتصاديه او بالضغوط الاقتصاديه الملقاه على عاتقهم. ليه؟ لان هنا اصبح خطرهم هيلاقيها من الخطر الجاسم على نفسه من خلال عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات حياته وارتفاع الاسعار الى اخره، ولا هيبقى واحد واخد باله ويقظ من خلال المخاطر اللي بتحدق عليه. عشان كده دايما مخاطبه الرئيس للشعب المصري بضروره اخذ الحيطه والاحتياط من مخاطر الارهاب لابد من تسجيل. لكن في هذه الجزئيه دكتور فتحي لو سمحت، في هذه الجزئيه تحديدا التي تتحدث عنها، الرئيس عبد الفتاح السيسي في غير مناسبه اكد تقديره وتثمينه الشديد لتحمل المصريين ولتقبلهم جمله الاجراءات الاقتصاديه التي حدثت مؤخرا وكان لها انعكاس على المواطن محدود الدخل بل على السواد الاعظم من المواطنين. ده بدون ادنى شك، ده هو اصلا كل المشروعات التنمويه العملاقه الهدف الاساسي منها هي هذه الطبقه اصلا. يعني حتى كمان ان شاء الله على اللونج ران او على الشورت، كل المكاسب التي يمكن ان نجنيها ان شاء الله من اقتصاد مرتفع ونمو متزايد، انا اتصور المعني به هم رقم واحد الطبقه المتوسطه واقل المتوسطه. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور فتحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه اليوم قال ان الحفاظ على الامن باعتباره اولويه يتطلب تضحيات انقسام، ابرز هذه التضحيات التي على المجتمع ان يتقبلها في المدى المنظور.
طبعا بدون ادنى شك ان احنا لابد ان احنا نتحمل بعض الصعوبات اللي موجوده دلوقتي، لان احنا بنمر بمرحله عصيبه جدا. يعني في ضغوط من الداخل وفي ضغوط من الخارج. انا اتصور ان الامر يعني زي ما بيقولوا كده شديد الوطأة، وبالتالي مخاطبه رئيس الجمهوريه لشعبه ولناسه انا اتصور ان هي خليكم قريبين من بعض، واذا كانت هناك بعض الضوائق او بعض الضغوط اللي موجوده عندنا، لكن ده ما يلهناش عن مواجهه الخطر الاعظم اللي هو الارهاب. وانت شايف دلوقتي في ترامب في الاخر بيقول لك انا معاكم، لان تقريبا الدوله الوحيده في العالم دلوقتي اللي تتصدى للارهاب بكل شكله وبكل اشكاله وبكل سبله هي مصر دلوقتي على مستوى العالم كله. نعم، اخيرا دكتور فتحي لو سمحت، المصريون قدموا نماذج ممتازه في حرصهم على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلى لحمتهم الوطنيه، ما الذي يتعين على المصريون الان ان يتعاملوا على اساسه حفاظا ايضا على نسيجهم الاجتماعي في هذه الظروف؟ هي رساله واحده موجهه ليهم، الخطر داهم على الجميع. المساله مش مساله طرفيه، واصبح كمان الحياد من هذا الفايل اللي هو الارهاب اصبح خيانه بحد ذاته. يعني اصبح كل مواطن في مصر دلوقتي بعد خطاب رئيس الجمهوريه لابد ان يستشعر الخطوره على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع. نعم. دي الرساله وصلت من رساله عارضه لجمهور الشعب المصري. شكرا جزيلا لك دكتور فتحي مصطفى الشرقاوي استاذ علم النفس السياسي، معقبا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في معرض مشاركته في احتفال وزاره الداخليه بعيد الشرطه. قال وزير الدولة للإنتاج الحربية لواء محمد العصار إن الوزارة سيكون لديها خلال الخمس سنوات المقبلة مشروعات كبرى على المستوى الحربي طبقا للخطوات التي تتم حاليا. وفي لقاء خاص مع أونلايف أكد العصار أن الوزارة تهدف لتحقيق طفرة هائلة فيما يتعلق بالمنتجات المدنية لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن التصدير للخارج. كما أشار العصار إلى أن تلبية احتياجات القوات المسلحة هو الهدف الأكبر لوزارة الإنتاج الحربي. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة التونسية حيث تعقد جولة محادثات سياسية بين البلدين، عقبها لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب التونسي، ثم لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث ينقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة التي تخص البلدين. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ومناقشة سبل مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث أمن الحدود اتصالا بالأزمة الليبية. من تونس تنضم إلينا الصحفية التونسية ريم شاكر. أستاذة ريم مرحبا بك، لا يبدو أن المحور الأساسي سيكون أمرا بعيدا عن الأزمة الليبية والتي استضافت القاهرة الاجتماع العاشر للدول المعنية بهذه الأزمة، ما هي أفاق حل الأزمة الليبية في ضوء التشاور المستمر بين دول الجوار؟ اهلا وسهلا. وصحيح مؤكد ان الاجتماع لن يعني يحمل موضوع اهم من هذا الموضوع، باعتبار ان حل الازمه الليبيه يمر حتما عبر ايجاد حل توافقي بين الدول، وخاصه عندما يمر بين تونس ومصر في وجود حل جذري، باعتبار ان هناك مشكل حدود، هناك مشكل ارهاب، هناك مشكل يعني هجره غير منظمه، هناك العديد من التحديات التي وجب إيجاد حل لها، والأمر ربما يتفاقم أكثر في أكثر. فالمشكل الآن هو أنه هل سيتم إيجاد حل جذري لهذا الموضوع أم لا. هناك أستاذ ريم لو سمحت، يعني في هذه الجزئية تونس يقول البعض إنها لم تتخذ موقفا ثابتا حيال آلية الحل في ليبيا، وإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مبكرا جدا تحدث عن رفضه لأي حلول عسكرية تأتي من الخارج، ثم بعد ذلك وبأيام قلائل قال إنه لا مشكلة من تدخل عسكري من الخارج طالما كان ذلك بالتنسيق مع دول الجوار وعلى رأسها تونس. هل بلورت تونس موقفا موحدا حيال الأزمة في ليبيا؟ يبدو أن كلمة رئيس الجمهورية أو موقف رئاسة الجمهورية هو الفيصل في هذا الموضوع، باعتبار أنه فعلا كان في أول الأمر رفض بات وقطعي للتدخل العسكري في ليبيا، ولكن الآن في صورة موافقة دول الجوار وخاصة معناها مصر يجب أن توافق وتدعم هذا الموضوع، فيمكن أن يمر الحل العسكري عبر تونس، ولكن المؤكد أنه لن يكون هناك حل إلا عبر موافقة جميع دول الجوار وعلى رأسها يعني مصر وخاصة الجزائر. أيضا لا ننسى أن الجزائر
معنية بهذا الأمر، ولكن يبدو أن هذه الزيارة لتونس من طرف السيد وزير الوزير أنها ربما ستحمل في طياتها حل لهذا الموضوع، دون أن ننسى يعني الموضوع الإرهاب أو مكافحة الإرهاب الذي يعني يشمل البلدين ونحن في سلة واحدة في هذا الموضوع. طيب هل ترى تونس أستاذ ريم أن الحل سيكون حلا سياسيا بداية بتقديم الدعم لمخرجات مؤتمر الصخيرات والمجلس الرئاسي الليبي، فضلا عن الدعم الذي يفترض أن يقدم إلى الجيش الليبي بقيادة السيد خليفة بالقاسم حفتر، ولا هناك حل عسكري يتعين على كل الدول أن تقدم يد العون لهذا الحل بعد ذلك نتحدث عن أرضية سياسية مشتركة؟ لا ربما سيكون في رأيي الشخصي الحل السياسي هو الحل الأفضل والأسلم والأهم في هذه المرحلة، فهناك اتجاه نحو إيجاد حل سياسي في مرحلة أولى ليكون الخيار العسكري أو التدخل العسكري هو آخر المطاف، ولكن أيضا بعد توافق واتفاق دول الجوار في هذا الموضوع أو على هذا المستوى. نعم، البعض يقول أنه آلية التنسيق في حد ذاته هذا أمر غامض أمر ضبابي، مصر تخوض غمار حرب في شمال سيناء وتستأسد للدفاع عن أرضها، بينما تونس كذلك تقوم بالدفاع أيضا عن أرضها عند جبل الشعامبي وتخوض غمار حرب أيضا ضد الإرهاب، فضلا عن استهداف بعض الأركان في قلب تونس في سوسة وفي العاصمة تونس، وبالتالي إن استدرجت إلى قتال في داخل ليبيا سيكون هذا استنزاف لقدراتها ولطاقاتها. ما هي آلية المشاركة أو التنسيق الذي يمكن أن يتم بين تدخل خارجي وتنسيق بدول الجوار؟ أكيد أنه سيكون مجرد السماح بأن يكون هناك حل عسكري أو تدخل عسكري عبر الأرض التونسية إن تم الاتفاق، ولكن لا أتصور أن الدولة التونسية ستشارك بأي شكل من الأشكال بجيشها أو بعتادها العسكري في هذا الموضوع. ربما سيكون السماح باستعمال أرضها أو جوها لهذا الموضوع، ولكن أستبعد فرضية التدخل العسكري بمشاركة جنود من تونس يعني. نعم. ربما سيكون هذا حل مستبعد جدا. الأمم المتحدة نبهت قبل أشهر أو ربما قبل أسابيع حتى من أن الأزمة في ليبيا إن جرى حصار عناصر بعض التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها ما يعرف بتنظيم الدولة داعش، فإن هذه العناصر ستكون مضطرة اضطرارا أن تعود إما إلى أقرب دول ومن بينها الجزائر وتونس ومصر أو للدول التي وفدوهم منها ومن بينها تونس. هل تعاني تونس هذه الإشكالية أو هذا الهاجس سيكون مؤثرا إلى حد كبير في طريقة تعاطيها مع الأزمة في ليبيا؟ هو مؤكد يعني أنه تداعيات هذه الأزمة يعني إلى اللو إلى هذه اللحظات يعني وإلى حتى المستقبل القريب ستبقى تلقي بظلالها في هذا الموضوع أو حتى في مواضيع أخرى يعني. المشكل أنه الأزمة الليبية يعني تؤثر في على جميع الأصعدة بالنسبة لتونس، إن كان اقتصاديا إن كان سياسيا إن يعني هناك حتى انشقاق داخل الأحزاب حتى السياسية في تونس على مستوى التعامل مع هذه الأزمة يعني، وهنا ليس هناك حل تجمع عليه جميع الأطراف السياسية يعني في هذا الموضوع، وهذا ما يطرح في حد ذاته إشكال يعني. إذا افترضنا أن ثمة تنسيقا مصريا تونسيا يدور في الوقت الراهن، ماذا عن موقف الجزائر الذي يبدو أنه يتخذ مواقف إلى الوراء قليلا ربما لمحاولة التعرف على وجهة النظر بشكل أكثر تعمقا على بحث آلية حل سياسي تتماشى مع الرؤى الجزائرية؟ ماذا عن موقف الجزائر ولا أي مدى يمكن أن يؤثر في طبيعة الحل المقدم لليبيا؟ هو يبدو أن الموقف الجزائري لا زال في الوقت الراهن ينتظر ماذا سيحدث على مستوى التعاون بين تونس ومصر على مستوى هذا الموضوع، وأيضا ربما الجزائر تبحث عن يعني حل يكون سياسيا أكثر منه عسكري، وربما أيضا حتى ترفض الجزائر أن يكون الحل العسكري، وهي التي كانت دائما يعني رافضة للتدخل العسكري إن كان بأي شكل من الأشكال. الجزائر في رأيي الشخصي تبحث عن حل سياسي ولكن ليس من منطلقها هي تبحث عن التوافقات بدول الجوار ليكون الموقف النهائي للجزائر. من هي الجهة القادرة على خلق هذا الشكل من أشكال التنسيق الحاصل بين وجهات النظر الثلاث، إذا ما تعاملنا على أن مصر وتونس مثلا في المدى المنظور ربما يبلوروا وجهة نظر مشتركة متوافقة إلى حد بعيد حتى وإن لم نقل متطابقة، من هو المعني بخلق هذه البيئة السياسية الحاضنة لأطراف الأزمة في ليبيا إذا كانت الجزائر تفضل هذا؟ هو في
المدى المؤكد والقريب وال يعني الحتمي لابد ان تكون تونس يعني هي اول من يتخذ القرار باعتبارها اكثر بلد معني بما يحدث في ليبيا، ولكن لن يتم اي قرار او اي اتفاق يعني بالناس على المستوى التونسي الا بالتنسيق مع مصر. لا تنسى سيدي ان البلدين ربما في نفس السله ويعانيان نفس المشكل الذي ربما يندلع من ليبيا، يعني ما يحدث في ليبيا يمس ويمر بالضروره حتما من تونس وايضا من مصر. صحيح تونس معنيه اكثر باعتبار هناك مشاكل تهريب ومشاكل يعني تجاره موازيه والى اخره ومعبر الحدود في راس جدير الى اخره، يعني هناك مشاكل اقتصاديه تلقي بظلالها، ولكن لن يكون هناك يعني اي موقف الا اذا تم التنسيق يعني بكل دقه بين تونس ومصر. شكرا جزيلا لك الصحفية التونسية متحدثة إلينا عبر الهاتف من العاصمة تونس، شكرا جزيلا لك ريم شاكر. قالت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك إنها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وضمان الالتزام الكامل به ومنع أي استفزازات وتحديد كيف سيعمل وقف إطلاق النار. وأضافت الدول الثلاث في ختام محادثات سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا أنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجرى في جنيف في 8 فبراير. إلى ذلك قال وفد المعارضة السورية في محادثات أستانا اليوم إنه ليس سعيدا ببيان روسيا وإيران وتركيا المشترك الذي يحدد آلية لوقف إطلاق النار. وقال محمد علوش رئيس وفد المعارضة إنه قدم اقتراحا لروسيا بشأن وقف شامل لإطلاق النار في سوريا ويتوقع ردا خلال أسبوع. في المقابل قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إنه تم التوصل أخيرا إلى نص توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف على حد تعبيره. عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو عن أمله في نجاح محادثات الهدنة السورية في كازاخستان وأن تمهد الطريق لاستئناف مساعي السلام في جنيف. أضاف إيرو في مؤتمر صحفي ضمن زيارته للرياض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لن تتمكن من الدفاع عن مصالح الشعب الأمريكي ما لم تتعاون مع قوة أخرى. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف دكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس. بداية نرحب بك دكتور سلامة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني المعارضة السورية أبدت رفضها اليوم بالبيان روسيا وتركيا وإيران المشترك والذي يحدد آلية ثلاثية لوقف إطلاق النار. برأيك يعني طرفي الأزمة هناك ما بينهم شد وجذب واتهامات وتبادل للاتهامات والتوترات التي شابت محادثات أستانا اليوم، برأيك ما الذي تتوقعه من محادثات أستانا وما الذي ستخرج أو ستنتج عنه من نتائج؟ يعني بالطبع يعني ما خرج اليوم هو مجرد بيان، لكن في النهاية هذا البيان بيكشف أو بيعبر عن طبيعة الوضع في اثناء المفاوضات. نحن امام ازمه معقده للغايه، وبالتالي هناك طبعا ما يزيدها تعقيدا هو البعد الاقليمي في هذه الازمه، لكن مجرد اتفاق ايران وتركيا وروسيا على صيغه معينه في هذا الامر هو يعني خطوه الى الامام، وبالتالي بيجعل تشدد الاطراف سواء كنا نتحدث عن الحكومة السورية أو على الجماعات التي تعارض أو تسمى بالمعارضة. فبالتالي هذا أمر أنا أرى أنه أمر جيد، يعني هذا الاتفاق سوف يكون على الأقل خطوة لسحب الوساط أمام يعني المغالاة في المطالب، ولا سيما كنا نتحدث في السابق عن أن بشار الأسد خارج المعادلة وخارج الحل، أصبح الآن الرئيس الأسد هو جزء من الحل وليس يعني دكتور جمال. كانت تركيا لها موقف بأن محادثات السلام أو محادثات ما بين طرفي الأزمة السورية يجب أن تتم بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم أو السلطة. يعني الآن تغير الموقف وتغيرت موازين اللعبة تماما بعد سيطرة القوات السورية على حلب وطرد مسلحي المعارضة منها. برأيك يعني هل تركيا ستغير من موقفها الآن وتتخلى عن فكرة تنحي الرئيس بشار الأسد في محادثات أستانا؟
أعتقد ذلك، وأعتقد أيضا أن مشاركة تركيا في حد ذاتها في هذا المؤتمر هو دليل على ذلك. أعتقد أيضا أن تصريحات بالأمس الأول صدرت من نائب رئيس الوزراء التركي الذي يتحدث على أنه ليس من المنطقي الاستبعاد أو الحديث عن استبعاد بشار الأسد يعني وتجاهل الواقع السوري. فبالتالي أعتقد أن هذا هو تغير في الموقف التركي. أضيف إلى ذلك أيضا مجيء إدارة أمريكية جديدة، يعني تصريحاتها خلال الحملة الانتخابية كانت تصب في بشكل ما أو بآخر في رفض هذا ما تقوم به الجماعات داخل سوريا بما فيها حتى المعادة السورية، والتي وصفها رئيس دونالد ترامب بجماعات إرهابية، وأنه برغم أنه ليس معجبا او ليس يعني مقتنعا بالرئيس الاسد لكنه سيدعمه لمحاربه الارهاب. هذا ما اتحدث عنه خلال جولته الانتخابيه. فبالتالي انا اعتقد ان، وايضا اضيف الى ذلك التواجد الفعلي الروس، كل هذه العوامل بتصب في اطار او في طريق تغيير تركيا لمواقف. يعني دكتور جمال، يعني هل نعتقد او تعتقد برايك انه تركيا سيكون لها دور إيجابي في الفترة القادمة بأن تقوم بقطع خطوط الإمداد للمعارضة المسلحة التي تدعمها، خصوصا وأنها تتحكم في الحدود مع الأكراد، خصوصا وأن أيضا يعني هي تحتاج لدعم روسي في محاربة الأكراد الذي يدعمهم حزب العمال الكردستاني لإقامة إقليم لهم مستقل؟ هي تحتاج دعما روسيا، وتحتاج ايضا عدم يعني تحتاج ان تنأى من الضغوط الامريكيه. فبالتالي انا اعتقد ان اقصى ما يمكن ان تمارسه عليه الولايات المتحده من تركيا على تركيا هي ضغوط لمنع تسلل الجماعات التكفيريه من الاراضي التركيه الى سوريا. فبالتالي يمكن هذا ان نشهده من خلال وسائل ضغط عديدة تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمارسها على تركيا. فبالتالي أنا أعتقد أن تركيا ستستجيب لذلك. تركيا أيضا يعني أنت تحدثت عن حاجتها الآن إلى الدعم الروسي لمقاتلة أو لي يعني در خطر النزعة الانفصالية لدى الأكراد في جنوب تركيا وانضمامهم إلى الأكراد في شمال سوريا. فبالتالي أعتقد أن تركيا في حاجة إلى التعاون الدولي الآن، وليس أن تعمل بمعزل، خاصة بعدما فشلت مساعيها في أن نعم دكتور يعني دكتور جمال، برغم يعني رفض المعارضة السورية لنتائج أو بالبيان روسيا وتركيا وإيران اليوم، إلا أن هناك بعض الأطراف التي صرحت بأن يعني البيان الختامي الذي سيصدر عن محادثات أستانا سيكون إيجابي ومرضي لجميع الأطراف. اعتقد ان البيانات هي في النهايه بتعبر عن قناعه او وجهه نظر، لكن هل يعني ما يتم الاتفاق عليه فعليا بيتم في اطار اجراءات ثنائيه، ولا سيما بعدما يعني كان هناك بالطبع كان لم يكن هناك تواصلا مباشرا او حديثا مباشرا بين وفود المعارضه وبين وفود الحكومه السوريه، كان هناك يتم عبر وسطات نقد وغاث النظر برغم انهم كانوا يجلسون على مائده واحده. فيعني البيان يعني هو في النهايه في حد ذاته هو شيء مشجع، لكن البيان نفسه بيصدر ب يعني توافق او اغلبيه الاراء وليس باجماع كل الاراء. فانا اعتقد ان الاجتماع في حد ذاته هو شيء جيد، سواء كنا نتحدث اجتماع فيه اقرار من المعارضه باننا يعني لا نستطيع ان ننفذ ما كنا نطمح فيه او اقرار بقوه الحكومه السوريه او ان نعم دكتور جمال، يعني عفوا دعني أتطرق معك إلى نقطة أن يعني هذه أول مرة يعني تشارك فيها المعارضة المسلحة السورية في محادثات سياسية أو دبلوماسية بين أطراف الأزمة. هل تعتقد أن بمشاركة هذه الجماعات المسلحة من الممكن أن يكون هناك في الفترة المقبلة تهميش لدور دعم الائتلاف السوري، يعني أو بمعنى آخر السياسة أو المعارضة السورية المعتدلة داخل سوريا؟ أعتقد أن هو المرشح لقيادة جبهة المعارضة إذا كان هناك أي تسوية سياسية هي ما يسمى بالمعارضة المعتدلة. لا نتصور أن يكون
حتى وان كنا نتحدث الان الحديث داخل مفاوضات السنه يتحدث عن ان على المعارضه اذا كانت جاده ايضا ان تشترك مع الحكومه السوريه او الفصائل المعارضه المسلحه اذا كانت حريصه على الوطن ان تشترك في محاربه الارهاب ولا سيما تنظيم داعش الارهاب. كان رد المعارضه المسلحه اننا ايضا يجب ان نحارب تنظيم الفاصل بجانب الحكومه السوريه وهي حزب الله والتي ايضا وصفتها المعارضه السوريه بانها ارهابيه. شكرا جزيلا لك يا دكتور جمال سلامه رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه السويس. حول ذات الموضوع ايضا انضم الينا الدكتور عبد الجليل السعيد عضو الامانه العامه لتيار الغد السوري المعارض من العاصمه السويديه ستوكهولم. دكتور السعيد، تقول ادبيات التفاوض ان اي طرفين متفاوضين يتعين عليهما ان يقدما ما استطاعا من تنازلات قبل ان يتلفا الى باب حجره التفاوض. ما هو حجم التنازلات التي يمكن للطرفين ان يقدماهما وهل قدما ذلك بالفعل ولا لا؟ يعني الحقيقة التنازلات التي يتم الحديث عنها هي تنازلات في وجهات النظر بين الترويكا نفسها، بين الإيراني والتركي والروسي. اليوم كانت وكالات الأنباء تتحدث وتنقل، وربما أنتم مطلعون بشكل تفصيلي ومجمل على الخلاف الذي استمر لفترة مطولة بين الروس والإيرانيين حول بعض القضايا لدى اجتماعهم في أستنا. يعني خلينا نحيد مسألة الخلاف الروسي الإيراني، هذه ربما نتحدث فيها في إطار هذه المداخلة، لكن حدثني بداءة عن حجم التنازلات المنتظر، ما إذا كان قد قدم بالأساس من الطرفين. تماما، لم أجد يعني ولم ألمس أنا شخصيا يعني أي ارتقاء لمستوى المسؤولية لدى وفد النظام السوري على الأقل. كان هناك حديث من قبلهم عن مجموعات إرهابية يتم التفاوض معها من أجل العودة إلى حضن الوطن أو المصالحة. نعم. وهذا لا يدلل على فهم النظام السوري نفسه لطبيعة هذه المفاوضات أو للحديث عن أستنا. هم يتحدثون مع مجموعات إرهابية أيضا ويتفاوضون معها، ربما هذا وتر الأجواء ودعا إلى أن يكون البيان الختامي هو بيان صادر عن الدول وغير موقع من قبل المشاركين أو المؤتمرين على الأقل طرفي النظام والمعارضة. ولكن هناك شيء واضح ربما علينا أن نقرأه في خطاب المعارضة. المعارضة اليوم توقفت عن السب والشتم للجانب الروسي وبدأت تتحدث عن ثقة بحياديته، وهذا ما كنا نتحدث عنه نحن كمنصة القاهرة وكتيار الغد السوري منذ قلنا أن علينا الانفتاح على الروس والتفاوض معهم والحديث معهم، لأننا لا يكفي أن نقول هم مثلا محتلون أو هم مجرمون في سوريا، علينا التفاوض معهم لأن لهم مصالح براغماتية ولأن لهم طبيعة غير أيديولوجية في سوريا بخلاف الجانب الإيراني. وهذا ربما ما استوعبه الفصائل أو استوعبته الفصائل المسلحة. طيب دكتور عبد الجليل، بالبناء على هذه الجزئية وعلى النقطة الأولى التي تفضلت بالحديث عنها حول الشقاق الروسي الإيراني، محمد علوش قبل رئيس وفد المعارض في سوريا المعارضة المسلحة في أستانا يقول إن إيران لديها رغبة في أن تحيد روسيا وأن تبعدها على أن تلعب دور الوسيط. حجم الشقاق الروسي الإيراني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في المضي قدما نحو الوصول إلى صيغة توافقية حتى ولو كانت لوقف لإطلاق النار؟ يعني الصيغة التوافقية الأمثل التي ربما تحدث عنها محمد علوش البارحة هي تتعلق ببند المفاوضات نفسه بالحديث عن موضوع وقف إطلاق النار، تثبيته عن موضوع المعتقلين، عن موضوع يعني الإفراج عن المحاصرين وهكذا من هذا الباب. ربما هم كانوا يحاولون النقاش في قضايا بعيدة عن السياسة، لأن محمد علوش نفسه هو عضو في وفد الهيئة العليا للمفاوضات وهو كبير المفاوضين، ولذلك لا يستطيع أن يخرج من اختصاص هيئة حجاب المنتهية ولايته في منصة الرياض. ربما هم متفقون على أنك تذهب لتتحدث في العسكرة ولا تتحدث في السياسة، وهذه نقطة جدا مهمة ربما حاول علوش تجنبها. ولكن هناك أيضا مشكلة يعني لدى وفد الفصائل المسلحة ربما تكون في وجهات النظر المختلفة تجاه كثير من القضايا، لأنك تحتاج هنا إلى تقنيين، إلى قضايا لا ترتبط فقط بوادي بردة أو بمناطق ريف دمشق على الرغم من صعوبة الوضع فيها، ربما ترتبط حتى في إعادة النازحين أو الأشخاص الذين خرجوا من مدينة حلب. يعني الآن عزيزي لم نعد نسمع حديثا عن مدينة حلب التي وقعت فيها الكارثة الكبرى والتي أدت إلى أن تأتي الفصائل إلى أستنا وإلى أن تقبل بالروس كوسطاء بعد أن كان
بعض الفصائل. دكتور عبد الجليل باختصار باختصار لو سمحت، لانه لم يعد امامي وقت لهذه المداخله، عندما تتحدث عن التنسيق الروسي الايراني وما الى ذلك، الحديث الان عن اذا طلب النظام اجلاء العناصر الاجنبيه، يتحدث عن جبهه النصره، المعارضه تقول اننا لن نتحدث الى هذه الجزئيه قبل ان تجلوا عناصركم الاجنبيه من ميليشيات ايرانيه ولبنانيه وعراقيه وما الى ذلك، هذه نقطه اشتباك تفاوضي ولا يمكن تجاوزها على الاقل في استانا باختصار لو سمحت؟ هي نقطة اشتباك تفاوضي بالفعل، أحسنت التسمية. والنصرة في هذه الأوقات الإرهابية تبتلع الكثير من الفصائل في هذه اللحظات، هي تتقدم في مناطق في إدلب وفي ريفيا، تتقدم في مناطق في ريف حماة، وتحاول ابتلاع الكثير من الفصائل التي ذهبت إلى أستانا، وربما قبل أن يصل السيد علوش وزملائه إلى أنقرة أو اسطنبول يجدون أن المناطق التي كانوا يتحدثون أو يفاوضون عنها قد ابتلعتها النصرة. نعم. التي لطالما حذرنا نحن على الأقل في تيار الغد من خطرها، وقلنا يوم أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للنصرة الرياض قبيل أشهر، هذه الهيئة المنتهية ولايتها اليوم حينما رحبت ب ذلك الفصيل وقالت أن انفصاله عن القاعدة يبشر بخير، قلنا أن هذا البيان بيان هلامي وكلامي وليس بيان يعكس رؤية الجولاني القاعدي الذي هو إرهابي لا يختلف عن حزب الله الإرهابي ولا عن كل الميليشيات الأخرى، بل هم ضرر على الثورة السورية وأدوا إلى تراجعها في كثير نقطة من الأحيان. نقطة اشتباك تفاوضي إذن كما أراها الدكتور عبد الجليل السعيد عضو الأمان العام لتيار الغد السوري المعارض متحدثا إلينا من العاصمة السويدية ستوكهولم، شكرا جزيلا لك. نفذ الطيران الحربي السوري غارات مكثفة على مواقع تحرك آليات تنظيم داعش في محافظة دير الزور خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وكالة الأنباء السورية رسمية أن المقاتلات السورية دمرت رتل آليات للتنظيم الإرهابي مؤلفا من 7 آليات على طريق تدمر الشولاب بالريف الغربي، مؤكدة أن القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق المقابر وحي العمال وقرية حطلة ومنطقة المعامل. دعت الأمم المتحدة الدول المانحة لتخصيص 4.6 من 10 مليار دولار إضافية لمساعدة ملايين السوريين اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي إن اللاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم يحتاجون أكثر من أي وقت مضى للدعم، كما طالب غراندي المجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة لتأييدهم للاجئين، مشيرا إلى أن نسبة التمويل وصلت إلى 60% من إجمالي التعهدات الأممية للاجئين. يذكر أن الأمم المتحدة ونحو 240 من شركائها أطلقت رسميا في العاصمة الفنلندية هلسنكي خريطة المساعدات الإقليمية للاجئين لعامي 2017-2018. نفى الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق، نفى شن ضربات مشتركة مع روسيا ضد التنظيم الإرهابي في سوريا. ومن جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جيف دافيس إن بلاده تجري محادثات روتينية مع روسيا تحت شعار الحد من الصدام بغرض تجنب الحوادث الجوية غير المقصودة في سماء سوريا المزدحمة. كما أكد دعم البنتاغون لعمليات الجيش التركي ضد تنظيم داعش في محيط مدينة الباب بريف محافظة حلب السورية. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة ملغومة في مرآب للسيارات وسط العاصمة العراقية بغداد. وتصاعدت وتيرة الهجمات في بغداد بالتزامن مع نجاح القوات الحكومية في تحقيق مزيد من الانتصارات في الموصل، حيث تشن القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي عمليات منذ أشهر لانتزاع المدينة الواقعة شمالي البلاد من قبضة ما يعرف بتنظيم داعش. وكانت القوات العراقية المشتركة قد اقتحمت حي الرشيدية في مدينة الموصل، وهو آخر معقل يسيطر عليه التنظيم في شرقي المدينة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن 750 ألف مدني يعيشون غرب مدينة الموصل العراقية، وذلك قبيل هجوم بدعم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للعراق ليز غراندي في بيان قالت إن التقارير الواردة من داخل المناطق الواقعة غرب الموصل مقلقة، حيث أنها أثبتت ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. أضافت غراندي أن هناك العديد من الأسر العراقية في تلك المناطق تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، كما يضطر بعضهم إلى حرق أثاث منازلهم للتدفئة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا السيد أحمد حميد الإعلامي العراقي. بداية أرحب بك سيد حميد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. يعني في الوقت الذي
أو الذي تحرز فيه القوات الحكومية العراقية نجاحا في القضاء على مسلح داعش داخل الموصل والسيطرة على آخر جيب لهم في الموصل، تتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية للانتقام مما تحرزه القوات العراقية الحكومية. برأيك كيف ترى المشهد العراقي والأوضاع الميدانية والإنسانية على حد سواء؟ نعم، تحية لك عزيزتي وتحية للمشاهدين الكرام. بالضبط اليوم بغداد حقيقة شهدت أعنف موجة سلسلة من الانفجارات ضربت العاصمة العراقية بغداد وحصدت الكثير من العراقيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح. أيضا هنالك تطور على مستوى معارك الموصل بحسب ما نمتلكه من معلومات صحفية من داخل مدينة الموصل. القوات الأمنية العراقية فعليا استطاعت من السيطرة بالكامل على الجزء أو الجانب الأيسر من مدينة الموصل. هذا أصبح الآن في يد القوات الأمنية العراقية. لكن تنظيم داعش استهدف قبل أكثر من ساعتين بحسب مصدر أمني عراقي أفاد لنا بضرب المنطقة بصواريخ كاتيوشا وكذلك بقذائف الهاون، باعتبار أن المنطقة أصبحت بيد القوات الأمنية. فيعمل تنظيم الدولة وداعش إلى استهدافها. أيضا المدنيون هم الحلقة الأضعف، والمدنيون هم الذين الآن يعني يذوقون الأمرين. تحدثنا كثير من السكان المتواجدون داخل مدينة الموصل. الأحياء والجانب الأيسر الذي سيطرت عليه القوات الأمنية هو مدمر بالكامل. هنالك نقص كبير بالمواد الغذائية. هنالك أيضا عمليات اختطاف يقوم بها تنظيم داعش لترويع المدنيين، وكذلك محاولة منه لجلبهم إلى الجانب الأيسر والانتقام منهم بعد بسط القوات الأمنية العراقية كما أسلفت كامل سيطرتها على هذا القضاء. أيضا أفاد مصدر أمني لنا بأن القوات الأمنية العراقية ربما اليوم أو فجر غد ستباشر باقتحام الجانب الأيمن. هو الوحيد الذي بقي تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية، لكن تنظيم الدولة أيضا بحسب مصدر أمني قال إن تنظيم الدولة كثف من إجراءاته الأمنية ونشر القناصة وكذلك نشر العديد من سلسلة من شبكة سيد حميد. يعني دعني أتحدث معك عن الجانب الإنساني داخل العراق وخاصة في الموصل. الأمم المتحدة أعربت اليوم عن قلقها العميق بشأن يعني المدنيين الذين يعيشون غرب مدينة الموصل العراقية، والتي يقوم في نفس الوقت القوات العراقية الحكومية بمحاربة مسلح داعش وطردهم من الجيوب التي يتحصنون بداخلها. ما هو المفترض أن تقدمه الأمم المتحدة للمدنيين العالقين داخل مناطق النزاع في الموصل أو داخل العراق بأكملها؟ نعم، المدنيون المحاصرون وفوق شهادة السكان من داخل الموصل هم يعانون حقيقة الأمرين. كما أسلفت هذه المناطق بعد تحريرها تم تدميرها بكامل. هنالك نقص في المواد الغذائيه وكذلك هنالك نقص في النفط الابيض، وانت تعلمين الان يعني بروده الجو قاسيه في مدينه الموصل. قسم كبير من هذه العوائق حقيقه لم تخرج من مدينه الموصل على الامم المتحده والمنظمات الانسانيه وكذلك على الحكومه العراقيه ان تسارع الى انقاذ المدنيين في مدينه الموصل وتقديم له المساعده العاجله. سيد حميد، يعني بالحديث عن هذه النقطه بالتحديد، يعني كان هناك البعض الذي يعارض فكرة إجلاء المدنيين من مناطق النزاع داخل الموصل ويتحدث عن الطبيعة الديموغرافية والتغيير الديموغرافي الذي سيحدث داخل العراق بإجلاء هؤلاء المدنيين، أنهم يجب أن يظلوا في أماكنهم حتى لو كان هناك نزاع أو مواجهات مسلحة بين الطرفين. صح،
وهذا هو مطلب المدنيين داخل مدينة زمو في الحقيقة. السكان هم الذين أصروا، يعني القوات العراقية عندما دخلت أرادت أن تجري بعض السكان، لكن السكان هم الذين أصروا حقيقة تجنبا لنشوء كارثة إنسانية. كما تعلمين وهنالك تجارب سابقة في الموصي الرمادي وكذلك في البلوج في الفلوجة، عندما يخرج هؤلاء العارفون وهؤلاء المدنيون لا يجدون هنالك مثلا مراكز الإيواء، فيضطر هؤلاء المدنيين أهالي الموصل يعني وضعوا أمام خيارين حقيقة أحلاهما مر، وهو البقاء داخل مدينة الموصل بالرغم من قذائف داعش التي تبكهم وبالرغم من الصواريخ التي تستهدفهم، لكنهم أصروا على البقاء حقيقة خوفا لوقوع حوادث أو كوارث إنسانية، كون أن ضعف الحكومة العراقية وضعف المنظمات الإنسانية. شكرا جزيلا لك سيد أحمد حميد الإعلامي العراقي، كنت معي عبر الهاتف. في الصين السنة القمرية احتفال شعبي ينتظره سكان الدولة التي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة، لأنه لا يحمل السعادة للجميع في وقت واحد. أيام قليلة تفصل الصينيين عن الاحتفال بمهرجان لونار والمعروف باسم مهرجان القمر، وهو أطول وأهم الاحتفالات في التقويم القمري الصيني. ويكتسب لونار في الصين أهميته من التقاليد المصاحبة له، فهو مناسبة للتدبر في كيفية تصرف المرء خلال العام المنصرم والأشخاص الذين افتقدوهم. ويعد هذا الوقت من كل عام فرصة جيدة للعمال المهاجرين من أجل العودة إلى مدنهم ولقاء ذويهم. أفتقد والدي كثيرا، فلم أرهم منذ نصف عام، وأتطلع كثيرا لكي أقابلهم مرة واحدة وأخبرهم بحبي لهم، وعلى الرغم من عدم وجودي معهم إلا أنني أحبهم كثيرا. وفي وقت يبتهج فيه الكثيرون بفرحة العيد بعيدا عن أعمالهم الروتينية، يبقى عدد من العمال لا يستطيعون مغادرة أعمالهم والعودة إلى منازلهم، كالعاملين في المطاعم التي تقدم أكلات محلية. سيء للغاية أن أقضي هذا الاحتفال في العمل بعيدا عن أهلي، لكن الأمر كله بسبب المال، فلا يمكن أن أترك عملي الصغير الذي يعتبر مصدر رزقي الوحيد. وفي عام 2016 عانت الصين من تباطؤ النمو الاقتصادي وسجل 6.7%، ويعتبر أبطأ معدلات نمو خلال 26 عاماً الماضية. وتعد محطة بكين الحلقة الأخيرة التي يمر من خلالها العمال المهاجرون للعودة إلى منازلهم والاحتفال مع ذويهم. نشرتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم، بعد قليل تلتقونا والأخبار الاقتصادية. وإليكم مشاهدينا الجولة الاقتصادية. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الإداري للدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فبراير المقبل. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط لأون لايف إن 3 ملايين موظف يصرفون 10% علاوة خاصة بأثر الرجعي من يوليو 2016، وأرجع تأخر صرف العلاوة إلى تأخر مجلس النواب في إقرارها. قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف. أضاف عامر في بيان المساء أمس إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 9 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر فقط، مقارنة بمليار دولار أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التدفقات النقدية للمستثمرين تجاوزت 900 مليون دولار منذ تحريك سعر الصرف. ألغت وزارة الخارجية الألمانية اليوم آخر قيود حظر حركة الطيران السياحي لشرم الشيخ ومناطق جنوب سيناء. وقالت وزارة النقل الألمانية في بيانها أنه تم إعفاء شركات الطيران من الالتزام بارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء. وأضافت الوزارة أن القرار تضمن السماح لشركات الطيران والسياحة بتسيير رحلاتها مباشرة إلى مطار شرم الشيخ دون دفع رسوم تأمين إضافية. ختام هذه الجولة الاقتصادية. وإليكم الآن الجولة الرياضية في هذه النشرة.
يختتم اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب غانا، والمقرر لها غدا الأربعاء في ختام منافسات الدور الأول من المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية. خاض منتخب مصر تدريباته أمس على ملعب سوغارا، وذلك رغم تعرض مدينة بورجانتل الجابونية لأحوال جوية متقلبة. يذكر أن منتخب البلاك ستارز يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، ويكفي الفراعنة التعادل في لقاء الغد لحجز بطاقة العبور الثانية للدور ربع النهائي. أعلن الاتحاد الأفريقي عن إسناد مهمة إدارة لقاء مصر وغانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية إلى الجامبي باكاري جاساما، وهو أفضل حكم بأفريقيا في العامين الأخيرين. وفي السياق ذاته أعلن منسق مباراة مصر وغانا في الاجتماع الفني للمباراة أن المنتخب الوطني سيرتدي زيه التقليدي الأحمر والأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، فيما يرتدي المنتخب الغاني القميص الأبيض والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر. يخوض المنتخب المغربي مباراة مصيرية أمام نظير الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية في 9 مساء اليوم، وذلك في ختام لقاءات الدور الأول للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية بالجابون. يدخل المنتخب الإيفواري اللقاء رافعا شعار الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي، فيما يكفي المنتخب المغربي التعادل لحجز 1 بطاقتي العبور للدور الثاني. ويذكر أن منتخب أسود الأطلسي يحتل وصافة المجموعة ب3 نقاط خلفا لمنتخب الكونغو الديمقراطية والمتصدر ب4 نقاط، فيما تحتل الأفيال العاجية المركز الثالث برصيد 2 نقطة أمام توغو متذيلة الترتيب ب1 نقطة. يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى حسم تأهله لربع النهائي عندما يلتقي نظيره التوغولي مساء اليوم في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية. ويكفي منتخب الكونغو التعادل لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما تبخرت أمال توغو متذيلة ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل كبير. بأخبار كان 2017 نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. وقبل الختام إليكم تذكرة بالعناوين. السيسي يؤكد أن الحفاظ على الأمن يتطلب تضحيات جسام. روسيا وإيران وتركيا تعلن تأسيس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والمعارضة تتحفظ. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها العميق بشأن أوضاع المدنيين في الموصل. ختاما لهذه النشرة، خدمات إخبارية على مدار الساعة من أونلاين.